ما تابت يعني شنو مقدومنا بحال ديك الورقه اللي كتكون في البنكه يعني الا بغيت تقول رولوفي ديال البنكه هذا بالنسبه عندهم شنو كاين هنا شنو خرج واش حط واش كذا مكتوب هنا ها هي شوف كل واحد حط بالله عليكم بالله عليكم واش ميت لهاد هاد 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 الاطار خصو يضيع هاد الكنز خصو يضيع ما خصوش يضيع شوف هادي راه الا نشوفوا غير الخط المغربي اش من تاريخ واش مكتوب هذا غير هذا وحده بنفسه كنز ما خصوش يضيع هاد الشيء يا ويني وكذا يا والبنات اجي تشوفوا هنا ما شفتوا والو اجي تشوفوا بعدا يا يعني واردين بهذا الشيء هذا والبنات موت الوالد جاي والبنات اصيح دابا ادمجوا وري لي كي غدغاو كيتان المدان هذا دابا من متابعه الروفي ديال البنكه مثلا عندنا حنا يعني كيف اش خدمت بيه كذا كذا الى اخره وهذا دابا هذا ديال هذا السيد هذا طلت شوف هذا كي داير اجي شوف دابا هنا تيخزنوا فيه هذا دابا وارتو من جد 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 جدو الخزين تيحطوا فيه كل شيء داكشي اللي قال وملي تيديروا تيكتبوا هنا اشنو شنو شنو هذا الى اخره هو كل عام تيكتبوا هنا وشوف واللي كيكتب راه ماشي عاد اللي كان يكتب هذا الفقيه ولا العادل انتي هاد لي طرف انتي هاد لي طرف ما عقلش ما عقل يعني تاريخ هذا شوفوا هذا دابا الا جينا نشوفوا غير هاد اللوحه يمكن الا جينا ندرسوها وندرسوها راه ما شحال عندها اي دابا هذه وحده بنفسها ماخذ وشوف مكتوب حتى بالطريقه هنا يعني الناس كيفاش كانوا اذكياء حتى هو ما قال يعني بحال الشكل حنا ملي كنديروا دابا الروليف ديال البنكه كتكتب في الظهر ديالو تذكر في داك كتكتب داكشي شوف ها هو كتب حتى هنا كتب شوف محمد